واحبها من الاسماء الكبيره الرائعه، مدرب حراس مرمى كبير، واحد من افضل مدربين الحراس الموجودين في مصر خلال السنوات العشر الاخيره على الاقل، كابتن الكبير كابتن اسامه عبد الكريم مدرب حراس مرمى سموحه. يا فندم صباح الخير ومليون مبروك الفوز الكبير النهارده على كفر الشيخ في كاس مصر. صباح الفل يا استاذ كريم، وصباح الفل على كل الساده المشاهدين، وكل سنه وانتم طيبين. وحضرتك طيب وبخير، مليون مبروك النهارده، الاداء رائع جدا والنتيجه كبيره جدا وفوز كبير ثاني على التوالي طبعا بعد مباراه الاهلي. والله الحمد لله، مباراة كنا عاملين لها حساب كبير جدا، انت عارف ان الكاس كله مفاجآت، وكنا بنخشى ان تحصل اي نوع من انواع المفاجآت في مباريات الكاس، وبالاخص ان فرقة كفر الشيخ من الفرق الكبيرة، وكان لاخر مباراة ليها في الكاس كسبت فاركو 2-1، فكان في استعداد جيد ليها وعاملين لها حسبة كويسه، وكنا مديلها تقديرها كويس جدا، عشان كده قدرت النهارده الكابتن بسيوري والكابتن احمد صالح والجهاز الفني باكمله قدروا النهارده ان هم يحطوا ويزرعوا الحماس والاصرار في لعيبه نادي سموحه ان ازاي المباراه دي تخلص بدري وتخلص في الشوط الاولاني، لان كل ما بيعدي الوقت مع الفرق اللي عندها الحماس الزائد والفرق المحترمه زي فرقه كفر الشيخ من الفرق المحترمه دايما بيكون عندها دوافع اكتر، وكل ما الوقت بيمر بيبقى عندها اصرار اكتر على انها توصل لبر الامان، لو ما كانتش انها تقدر تخطف هدف انها توصل لضربات الجزاء. فكانت الحسبه كلها والسيناريوهات كلها في بال الكابتن عبد الحميد بسوني والجهاز الفني، ان احنا ازاي من اول المباراه نلعب فول تيم، نلعب بالتيم كامل، نلعب ان احنا نخلص مباراه في دور ال 16 مهم جدا ان احنا نوصل لدور الثمانيه، لان حق نادي كبير زي نادي سموحه ان يطمع ويامل في بطوله يقدر يجيبها، فالبطوله السهله اللي تقدر انت تحصل عليها والاسهل هي بطوله الكاس، وان شاء الله. طب اقول لك حاجه بقى، النهارده خطوه جديده لحصد بطوله لنادي كبير زي نادي فرصه اللي انت معايا يا كابتن اسامه، من شويه كده كنت بستعرض جدول الدوري الممتاز، تمام؟ واكيد انت شايف النقاط عامله ازاي، وشايف النهارده الاهلي بيهدر النقاط، وانتوا كسبانين الاهلي نفسه الماتش اللي فات، والزمالك بيهدر النقاط، بيراميدز بيهدر النقاط، والفرق بينك وبين المتصدر هم 12 نقطه. 12 نقطه دول على الورق يعني معناها ان انت لسه في المنافسه على الصداره على الورق، يعني هو كلها اربع مباريات، الزمالك نفسه خسران اربع مباريات الموسم ده في الدور الاول، والاهلي يعني متعادل اثنين ومتعادل سته وخسران اثنين. ليه ما يبقاش عندك طموح؟ يعني ليه الفرق او باقي الفرق والاهلي والزمالك شايفينهم بعينيك بيهدروا نقاط، انت نفسك بتكسب الاهلي 3 في شوط، فليه ما يبقاش عندك طموح لاستمرار والمنافسه على القمه؟ لا والله بص، خلي بالك يعني احنا كنادي سموحه الطموح موجود والاصرار موجود ان احنا نوصل بنادي سموحه وفرقه نادي سموحه لافضل مكان موجود في الدوري. طيب معلش 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 يا كابتن اسامه هقطعك برضه، هذه الجمل الجميله المهذبه المحترمه الذكيه الواقعيه، بس انا نفسي فرقه تخش تقول لي اه لا ليه انا هنافس على الدوري، احنا انا مش عايز اسمع الجمله اللي هي بتاعت ايه احنا هنوصل لابعد نقطه. طب ما لا لا بص، خلينا نلعب في ارض الواقع. يلا. النهارده البونت في الدور الثاني، انا راجل اشتغلت في منتخبات بمراحلها كلها، عارف يعني ايه قيمه المنتخبات، عارف اللي اشتغلت في الدوري الممتاز سنوات كثيره جدا، عارف يعني ايه قيمه البونت في الدور الثاني. قيمه البونت في الدور الثاني صعب جدا على كل الفرق، مش الفرق الصغيره ولا الفرق الكبيره، لا على كل الفرق. النهارده النادي الاهلي بقى له ماتشين خد من الماتشين بونت واحد. يعني لسه في فقد نقاط للانديه الكبيره اذا كان نادي الزمالك او النادي الاهلي، لسه في اللي جاي هيبقى في فقد نقاط. صحيح. انما احنا بنعمل وبنطمع لان احنا عندنا كل المقاومات، انما ما سلمناش المهمه من بدايه الموسم، ما سلمناش المهمه وعدد الابناط كبير موجود معانا، استلمنا المهمه واحنا بنحاول نجمع ابناط، فرق 12 بونت بيننا وبين المتصدر اذا كان نادي الزمالك او نادي الاهلي او الانديه القمه اللي موجوده، فرق 12 بونت احنا هنسعى جاهدين، انما اوعى تتخيل ان 12 بونت سهلين في الدور الثاني. لا طبعا ما بقولش ان هم سهلين. يعني طبعًا. عشان كده انا ما بتكلمش في كلام دبلوماسي، لا انا بتكلم كلام واقعي وعلى ارض الواقع، ان احنا النهارده بنسعى جاهدين ان احنا نوصل لافضل مكان. صحيح. لما الدنيا تقرب، اما تبقى في تعثر للانديه الكبيره زي الزمالك والاهلي وبيراميدز وفيوتشر، الانديه اللي هي بتنافس كلها في مربع المنافسه معانا، اما تحصل عليهم حالات تعثرات، احنا ازاي نستغل ده بمكسب وفوز يقربنا خطوه، وكل ما هنقرب خطوه كل ما هنشوف الحلم قدام عينينا وممكن نصر عليه اكتر،
وما فيش حاجه بعيده على ربنا سبحانه وتعالى ان احنا ممكن نتوج ببطوله كبيره زي بطوله الدوري، انما ده امل كبير وحلم كبير، انما لازم تبقى انت شغال الموضوع خطوه بخطوه، لان انت لو بصيت بصه كبيره قوي ممكن ما تعرفش تاخد حاجه. صحيح. فانت خليك خطوه بخطوه عشان تبقى على ارض الواقع، ده الافضل بالنسبه. طيب السؤال اللي جاي ليك بقى واتمنى تجاوبني. طب. هو انت مقصر في ايه عشان ما تبقاش موجود في منتخب مصر الاول؟ لا ما فيش تاثير في حاجه طبعا. انا المنتخب مصر الاول، انا شرف وتشرف ان انا بيتقال ان انا واحد من ابناء المنتخبات، اذا كنت منتخب ناشئين او منتخب اولمبي وتشرف بده. منتخب مصر الاول شرف كبير جدا 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 لاي مدرب. ويوم اما اتحاد الكوره او المنتخب يطلب اسامه عبد الكريم، طبعا ده طبعا هنستقبل نادي سموحه، وطبعا تبقى الامور يعني شرف كبير ليا جدا ان انا طبعا اتولى مهمه المنتخب الاول. طب حاسس انما دي حاجه يعني مش قرار انا طبعًا. ولا قرار حضرتك طبعا، ده قرار المسؤول عن الكوره في اتحاد الكوره برئاسه الاستاذ المحترم جمال علام والكابتن حازم امام النجم الكبير والكابتن بركات وجميع اعضاء مجلس اداره اتحاد الكوره المحترمين. ده قرارهم هم اللي شايفين. حاسس انها قريبه المره دي؟ والله بص انا انت عارفني يا استاذ كريم، انا لما بشتغل ما عنديش حسبه، انما انا طبعا كل الحراس اللي موجوده من اول محمد الشناوي ابو جبل صبحي جاد كل الحراس تقريبا اللي موجوده في الساحه الرياضيه، الهاني سليمان، كل الحراس الموجوده في الساحه الرياضيه كلها تقريبا الحمد لله انا علاقتي بيهم كويسه جدا، والحمد لله قدرنا نعمل مع كل حد فيهم اشتغلنا معاه في فتره من فترات حياته بصمه كويسه. صح. فيعني كله اللي هتؤمر بيه الكره المصريه والرياضه المصريه واللي هياخد قرار فيه طبعا اتحاد الكوره، كلنا هنبقى مساندين للقرار. صحيح. وكلنا تحت امر القرار. اذا صحيح. كان اسامه عبد الكريم او غير اسامه عبد الكريم، كلنا بنساند الكره المصريه. بالتأكيد. لان اللي وقف وعارف قيمة يعني ايه منتخب مصر وعلم منتخب مصر والنشيد الوطني لمنتخب مصر في البطولات المجمعة او المباريات الفردية، بيبقى عارف يعني ايه حجم وقدر المسؤولية، فدائما مساندين لهذه القرارات. طبعا كابتن الكبير كابتن اسامة عبد الكريم، مدرب حراس مرمى سموحة ومدرب حراس مرمى منتخبنا الاولمبي السابق، انا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخلة.